عودي ايه يا بسنت؟ مش في معاد تتكلمي قبل ما تيجي؟ مش في اختراع اسمه تليفون موبايل؟ معاد ايه؟ خش احنا في الكافيه. معاد ايه؟ هو انا هكشف المستوصف. مستوصف؟ بلاش الالفاظ دي هنا خالص. وبعدين ايه الشنطه اللي انت جايباها معاكي دي؟ مهاجره ولا ايه؟ اوعي تكوني اتخانقتي مع طنط لوزه. بص بقى يا اخويا ابن امي وابويا، انت لازم تتصرف تشوف لي حل. اشوف لك حل في ايه يعني؟ ايه؟ هتفضل سايبني كده زي البيت الواقف؟ اتصرف اعمل لي حاجه. هعمل لك ايه؟ عايزه اتجوز يا ستي. هو انت حد عبارك وانا قلت لا؟ ايه يا بسنت، مش قصدي يا ستي، يعني هو الوحيد اللي اتقدم لك كان علي طار، مات قبل ما يقرا الفاتحه. اعمل انا ايه بقى في المصيبه دي؟ والله العظيم يا بسنت انا نفسي اغورك. نعم اسف. اوصلك لبيت العدل يعني. اسمع من بوقك ربنا، خلاص اتصرف اعمل لي اي حاجه. اعمل ايه اكتر من اني عملتلك اول دور في الشوارع؟ وتعملي اول دور ليه يا ستي؟ اول دور يعني يفط، عملتلك يفط اعلانات في الجرايد. اعمل ايه؟ محدش عبرنا. اخص عليك، اخص اخي جاحد، اخص عليك. ما انتش قادر تعمل حته اعلان قد كده في التلفزيون. يا نهار اسود، في التلفزيون؟ انت عايزه تعري العيله يا بسنت؟ انا اعري العيله؟ لا يا ستي هجوزك بس اهدي كده اهدي. طيب انا قاعده اهو. تحبي تشربي ايه يا هنا؟ اشرب كل اللي يجي منك حلو. هات لها شاي بلبن وربع بوق صماط. يلا يلا يا هنا. هو ايه اللي حلو؟ شغال جرايه يا بسنت. اجوزك لعامل شغال عندي؟ اطرده بسنت. اسكتي. ايه كل ما الاقي حاجه اضيعها. اهلا ليالي، شاركتي في الكافيه. مستوى انا داخله حلوه بس مسلوعه. لازم تتقود كده عشان تبقى حلوه كده. بسنت اختي من زمان. ياسر شريكي برضو في الكافيه. فرصة سعيده يا نسا بسنت. ياسر. ايه ياسر تقول؟ طب هستأذنكم بقى، اروح في داهيه واجي على طول. ها اقعد وانا اوديك في 60 داهيه. لا مش هقعد، فرصه تانية ان شاء الله. اكسكيوز مي. ده ايه ده؟ حلو ابو شعر خفيف ده. ايوه بس انت، بس ده صاحبي. ايه هيكون اعز عندك مني؟ لا هو الواد ياسر يستهلك برضه، وبالمره نخلص منه. يلا يلا اشرف. ايوه صمت. قولي الصنيوره اللي انت نزلت لها المشروب دي تبقى مين؟ دي الانسه بسنت، اخت مستر خالد. بسنت طيب المشروب اللي نزلته لها ده على حسابي، وهديك تبس كمان. تبس يا نمس؟ أيوة. يبقى اكيد عايز تسمع نكته. لا الله يخليك، ما تقطعش حد افكاري، خليك لطيف عشان احبك. انصرف انصرف انت دلوقتي بسنت.